انطلق امبارح بازار سيدات الرينبو بدعم من مبادرة يدا بيد وبالتشارك مع مبادرة همتنا. لنحكي أكثر عن هذا البازار معنا على الهواء فيصل شقير مؤسس مبادرة يدا بيد. يسعد مساك سيد فيصل. يسعد مساك سيدي، كيف أمورك؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. تمام. منهنئكم بالبداية على هذا البازار، وحابين نعرف اليوم عنه أكثر وعن أهداف هذا البازار بشكل عام. سيدي امبارح انطلقنا بازار سيدات الرينبو، بلش معنا من امبارح لمدة 14 يوم. هذا البازار خيري من عنا لسيدات الرينبو، شاركت مبادرة يدا بيد ومبادرة همتنا لنجاح هذا البازار. حصلنا على تدريب من مؤسسة همتنا، تدريب سيدات، وانشأنا لهم كانطلاقة للعمل ببازار سيدات الرينبو. جميل جدا. لنعرف أكثر عن تدريب السيدات وهم حوالي 50 سيدة. معنا على الهواء سمر الحمود المدير العام لمؤسسة همتنا. سمر يسعد مساكي. مساء الخير يا هلا. كيف أمورك؟ الله يسلمك. تمام. سمر احكي لنا عن التدريب اللي عملتوه للسيدات، شو هو التدريب اللي حصلوا عليه؟ أول إشي يسعد مساكم، ثاني إشي شكرا لكم على هاي البث اللطيفة منكم. أول إشي إحنا البازار انطلق بناء على تدريب إحنا عملناه عنا بمؤسسة همتنا على مدار تقريبا 3-4 أشهر. قدمنا فيه دورات مجانية للسيدات في مجال الحرف اليدوية، في مجال تطوير مشاريعهم، كيف السيدة إذا بدها تبدأ بمشروعها الخاص كيف إنها تبدأ فيه، يعني دورات أكاديمية كمان مش بس دورات. نعم. فإحنا بمؤسسة همتنا مهتمين جدا بتمكين السيدات اقتصاديا، وعم نقدم لهم دورات على طول بهذا المجال بهذا الخصوص، على أساس أنهم ينهضوا بمشاريعهم الخاصة، بالإضافة لمتابعات على طول معهم. يعني إحنا أي سيدة ندربها متابعها نشوف فيها ونوصف بمشروعها شو عم تعمل، بحاجة دعم لوجستي منا، دعايات إلى آخره، وعلى طول منخلي كمان المدربات هم يعني دائما كل مدربة لما تكون عطف السيدات تعمل جروب بينها وبينهم، بتتابع أخبارهم، بتشوف شو في ما فيه. فإحنا إن شاء الله مستمرين بهذا المجال على طول. رائع رائع، جهود جبارة، يعني تدريب وتسويق وكيف، يعني شيء جميل جدا، جهودكم جبارة. طب خلينا نحكي بأنه هذا يعني هو بالرينبو، بدي أسأل بس السيد عودة للسيد فيصل، هو موجود بجبل عمان؟ وين مقام؟ بالضبط. موجود هو بجبل عمان نهاية شارع الرينبو بجنب الهيئة الملكية للأفلام بمطعم حريم السلطان. تمام. من أي ساعة لأي ساعة بيقدروا الناس يزوروا؟ ساعة 2 للساعة 9 المساء كل أيام الأسبوع. تمام. طيب بدي هيك بس أحكي معك شوي على موضوع مبادرة يدا بيد، يعني نعرف أكثر الناس بهاي المبادرة، كيف انطلقت ومتى وعشو بتشتغل. نعم. مبادرة سيدي يدا بيد انطلقت بجائحة كورونا. كان عندنا أهم إشي أماكن التطعيم، تعقيم منازل المصابين، اشتغلنا على توزيع كمامات ومعقمات، نشائر توعوية عن التطعيم وعن كورونا. هلا وصلنا لمرحلة هي المرحلة اللي احنا بعد ما شفنا هاي المناطق، احنا زرنا كل مناطق المملكة فمن خلال هيك تبلشت تطلع عندنا شوية مشاكل، كبنك ملابس، أسسنا بنك ملابس، أسسنا بنك كتب للاجئين. جميل. وهلا عم نشتغل على تمكين المرأة انه احنا نقدر نأسس لها في فئة كتير كبيرة هي مستغلة بالبازارات، نحكي التجارية، الناس عم بيصيروا انه تجاري صار البازار، لا احنا عم نأسس بازار. نحكي بازار كتير مرتب، ببازار بمناطق مهمة ويكون مجاني للسيدات. رائع رائع جدا. كل الاحترام والشكر والتقدير لإلك فيصل شقير مؤسس مبادرة يدا بيد، وأيضا بدي أشكر سمر الحمود المدير العام لمؤسسة همتنا. إحنا ندعو كل مستمعين مزاج FM اليوم إنهم يتوجهوا لبازار سيدات الرينبو من الساعة 2 للساعة 9 المساء طيلة الأسبوع بنهاية جبل عمان دوار الأول بجانب الهيئة الملكية للأفلام. شكرا كثير لكم وجهودكم جبارة. يعطيكم العافية. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.